بيراميدز بيعشم الكل وبيسجل الاول علشان يجي بعد كده اليو ديانجو بيعمل ريمونتادا زائد 90 وبيسجل هدفين علشان يكسب ويخلي الاهلي يكسب المباراه، ورسميا فك عقدة بيراميدز. الاهلي بيكسب بيراميدز النهارده وبيفك عقدته، بيفك بقى عقدة البيراميدز اللي كان عقدته السنة اللي فاتت، اللي بيكسبه السنة اللي فاتت كسبه مرتين في الدوري رايح جاي ومرة في الكاس كانت عقدته، وخلاص اليو ديانج فك العقدة دي. هنتكلم على كل حاجة في ماتش النهارده بالتفصيل، الاهلي عمل ايه، بيراميدز عمل ايه، والحكم كمان عمل ايه. هنتكلم على كل حاجة بالتفصيل، فقبل ما نخش في الحلقة انزل اعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناة واشترك وفعل الجرس عشان تجيلك الحلقات اول باول، ويلا بينا نخش في الحلقة. النهارده المباراة كانت بادية نوعا ما في شوية ملل. ليه بقى؟ لان طريقة لعب الفريقين كانت متناقضة لبعض. الاهلي بدأ ناحية تانية بالاربعة 4-2-3-1، بدأ بمحمد الشناوي وقدامه اتنين مدافعين ما لعبوش تقريبا مع بعض خالص، اللي هو محمود متولي وايمن اشرف ناحية اليمين، احمد فتحي ناحية الشمال، علي معلول، اتنين في نص الملعب عمرو صليه وقالي ديانج، قدامهم قفشة على الشمال اجايه، وعلى اليمين حسين الشحات، وقدام مروان محسن. التشكيلة المعتادة اللي بيلعب بيها الاهلي على طول. الناحية التانية بقى التشكيلة المضادة بتاعت بيراميدز بدأ بمهدي سليمان، وقدامهم احمد ايمن منصور وعلي جبر، على الشمال محمد حمدي، على اليمين رجب بكار، بيلعب بنوع ما ثلاثي نص الملعب وهم دونجا واحمد توفيق واسلام عيسى، وبيلعب بيه كمان قدام بقى طارق طه وعمر جابر وجون انطون. التشكيله المضاده ليه بقى؟ ان التشكيل مش 4-3-3 زي ما موجود على الورق، التشكيل نوعا ما 4-1-4-1، ان احمد توفيق يبقى لوحده في نص الملعب، وقدام دونجا واسلام عيسى، وعلى الاطراف بيبقى عمر جابر وطارق طه، واحيانا دونجا واحمد توفيق بيبدلوا مع بعض في حته ان هم يبقى اللاعب نمره 6 دي. بس التشكيل اللي لعب بيها بيراميدز انه بيحاول يقفل العمق على الاهلي، بيحاول يخلي الاهلي مخنوق في العمق، بيحاول يطرف الاهلي على الاطراف شويه، وبرده ما سابش الاطراف مفتوحه الاهلي يلا العبوا على الاطراف، لا، وحاول برده يقفل الاطراف، بيلعب باثنين باكات قصاد بعض، بيلعب رجب بكار قدامه باك تاني اللي هو عمر جابر، وبيلعب محمد حمدي قدامه باك تاني هو طارق طه، بيلعب باك قصاد باك في ناحية الاطراف، وكمان بيحاول يخنق العمق، بيحاول يخنق العمق على الاهلي، وبيحاول يطرد الاهلي على الاطراف، وبيحاول يطلع الاهلي على الاطراف، وبانه يطلع الاهلي على الاطراف فبيحاول يقفلها كمان الاطراف، نلعب باثنين باكات. فاللي انت تقفل الاطراف على الاهلي دي بتبقى صعب، لان انت ناحيه الشمال اللي هي موجود فيها طارق طه ومحمد حمدي، انت الاهلي اخترق منها تقريبا 7 أو 8 مرات، سواء بقى بحسين الشحات او باحمد فتحي او حتى مجدي قفشه لما كان بيضم من ناحيه اليمين، فانت بتلعب باك قصاد باك وانت تخترق 6-7 مرات من المكان دوت، فدي حاجه ساقطه من بيراميدز. بيراميدز كمان اللي ما حاولش يوصل الكره شويه لجون انطون. ونيجي بقى هنا للاهلي شويه، وخلينا نتكلم على الاهلي بقى شويه باستفاضه، ان الاهلي حاول يخنق شويه بيراميدز، بس في حته كان علامه استفهام كبيره، ان انت بدات محمود متولي وكمان ايمن اشرف الاثنين قصيرين تقريبا، واحد 178 والثاني 179 حاجه كده، فالاثنين قصيرين، فانت الاثنين قصيرين وبتلعب قصاد بيراميدز اللي ممكن يضربك من العرضيات، فانت دي كانت ساقطه شويه من الانفايرمنت. بس الاهلي بيراميدز بقى هو اللي كان سايب الاهلي يحرك اللعب، ان انت خد انت الكوره وخد انت العب وخد انت حضر، وانا مش هقابلك غير من نص ملعبنا. بيراميدز كان واقف في نص ملعبه، ساب الاهلي يعمل كل حاجه في نص ملعبه، وايمن اشرف يديها لمحمود متولي، محمود متولي يديها لديانج، ديانج يديها للسوليه، كل الكلام ده في نص ملعب الاهلي. اول ما لعيبه الاهلي بتحاول تخش نص ملعب بيراميدز، بيحاول هنا الخنق بقى، بيحاول الضغط بتاع بيراميدز على لعيبه الاهلي، وهنا بقى يجي المفروض كان يجي دور مجدي قفشه، وان مجدي قفشه ينزل لنص الملعب لديانج وعمل السوليه، ويبتدي ياخد الكوره ويعمل شغل هجومي، يبتدي ياخد الكره ويحرك الكره من شغل الدفاع من الدفاع للهجوم. بس جه هنا قفشه اتخنق، ونيجي هنا برده لحته ثانيه بعيد خالص، ان قفشه الحته الابداعيه، ناس بتقول لك قفشه في الابداع او حتته الابداعيه او انه يبقى لاعب مبدع قليله، عكس مثلا صالح جمعه او وليد سليمان، ان صالح جمعه بالاخص، كمان صالح جمعه ممكن في لمحه او ممكن في باص او ممكن في لقطه يغير لك ماتش او يغير لك لعبه، عكس قفشه نوعا ما اللياقه البدنيه بتاعته اكتر مساعداه،
ان هو يبقى لاعب بدنيا اكتر، لاعب يقعد معاك لاخر الماتش، ولاعب يفيدك في الناحيه الدفاعيه وفي الناحيه الهجوميه. دي مش بنشوفها ولا في وليد سليمان ولا في صلاح جمعه لما في الملعب. صلاح جمعه وليد سليمان الاثنين لما بيبقوا في الملعب الكوره لما بتبقى مش مع الاهلي، الاهلي بيبقى ناقص واحد، لكن افشل لما موجود في الملعب بيرجع يساند نص الملعب مع ديانج وعمرو سلاي، يبقى ثالث في نص الملعب بيحاول يساند جدا نص الملعب، وكمان الناحيه الهجوميه بيحاول يلعبها. فدي اللي بيخلي افشل يلعب اصلا، وبيخلي افشل اساسي في التشكيله. الناحيه الثانيه بقى والناحيه الهجوميه بتاعت الاهلي، الاهلي كان معاه في الناحيه الهجوميه حسين الشحات واضاييه ومروان محسن. مروان محسن سف كتير بقى، مروان محسن بيسف كتير عليه وكل الكلام ده، بس مروان محسن النهارده ما كانش ماتشه تمام، لان انت اول ما لقيت ان بيراميدز بيلعب بالتشكيل ده بيحاول يخنقك، فانت بقيت عايز مهاجم يقابل بوشه، بقيت عايز مهاجم يقابل بوشه، مش مهاجم اللي هو يقف يقابل بضهره يبقى محطه واللي يبقى يشغل اللعيبه اللي تحتيه، لان اللعيبه اللي تحتيه اصلا مخنوقه واللعيبه اللي تحتيه في خنقه عليها، بل انت عايز مهاجم بوشه اللي هو اول ما كره الفرقه العرضيه يضرب بوشه معروف على طول. ده ما انت كنت محتاج الماتش ده، الماتش ده كنت محتاج اليو ديانج يبدا الماتش ده جدا جدا، وبنت في كذا كوره ان لعيبه الاهلي لما بتحاول ترفع عرضيات وبتحاول تخلي مروان محسن يقابل بوش المدافعين كانت المدافعين بتتفوق عليه، سواء علي جبر او احمد ايمن منصور كانوا بيتفوقوا عليه بكل سهوله. فانت كنت مروان محسن كفايه بقى خلاص، مروان محسن شفناه كذا مره، مروان محسن عارفينه وهو ايه، مروان محسن ليه ماتشاته، ليه اكيد ليه ماتشاته، بس الماتشات ده كان اليو ديانج، انت عايز مهاجم يقابل بوشه يقابل بوشه. بس الماتش كان فيه سنة ملل، الشوط الاول كله كان فيه ملل، ان الاهلي بيحاول يفهم البيراميدز بيعمل ايه، وفالر بيحاول يفهم بيراميدز بيعمل ايه، وناحيه ثانيه بيراميدز سايب الكره كليه للاهلي وبيحاول يخلي الاهلي يعمل اللي انت تعمله، ان قافل الدنيا تماما وخانقك تماما وخابه. وكمان كان مخلي الماتش ممل اكتر ان المباراه كانت بتتلعب على الاطراف اكتر ما هي بتتلعب بالعمق. جيش التاني بقى قدرنا نخش في سخونه شويه، لان مع بدايه الشوط الثاني بعد ما عدينا تقريبا اول 6 دقايق او اول 7 دقايق جه الجول الاول لبيراميدز، عن طريق علي جبر، الكوره تلاقي بتترفع عرضيه واقف في جوه منطقه الجزاء عمرو سلاي جنب علي جبر على طول، ما طلعش معاه اصلا علي جبر، طلع لوحده تماما حط الكوره بدماغه 1-0 لبيراميدز. هو الاثنين المدافعين بتوع اللي هم ايمن اشرف ومحمود متولي بان في الكوره دي، كان لازم حد من قلبين الدفاع يبقى طويل شويه سواء رامي ربيعه او ياسر ابراهيم، بس جه والجون جه. بعد الجون ده بقى حصلت الصحوه وحصلت ان التغييرات ما اتاخرتش، ان انت بقيت مش محتاج افشل مش محتاجه، ما بقتش محتاج اللاعب اللي يبقى ياخد الكوره ويقف على الكوره ويبتدي يبص، لا انت محتاج لاعب سرعه، محتاج رصاصه من على الدكه، والرصاصه بتاعتك من على الدكه هي وليد سليمان، وفعلا على طول وليد سليمان نزل بعد الجون على طول بدل قفشه، وكمان احتجت ان انت تنزل اليو بادجي بدل ما مروان محسن قاعد في الملعب ما بيعملش اي حاجه، فانت نزلت اليو بادجي كمان على طول، فانت كده نزلت وليد سليمان بدل قفشه وبادجي بدل مروان محسن. بعد التغييرين دول ترى الاهلي بقى يضغط اكتر، بقى الاهلي ضاغط على بيراميدز، الاهلي خانق بيراميدز، وفي ظل كمان ان عمر جابر خرج مصاب نزل بداله عمر العيوني في الشوط الاول، فانت الضغط زاد اكتر على بيراميدز، ضغط 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 الى ان جه الجون للاهلي. بعد الجون بتاع الاهلي جه من جمله، يعني فالر كمان عامل جمله من الكرات الثابته، ان انت الكره بترفع عرضيه ولاعب بيريحها اللي جاي من بره سواء بقى عمرو سلاي او ديانج ويخش يشوط. شفناها النهارده في الجونين اللي جم، الجون الاول كره بترفع عرضيه اللعيبه بتريحها، مش فاكر بصراحه مين اللي ريحها لاليو ديانج، الكره تنزل لاليو ديانج، اليو ديانج بيشوط بتخبط في بادجي وبتعمل ديفليكشن وبتغير اتجاهها وتخش جون وواحد واحد. بعد الواحد واحد لعيبه بيراميدز نوعا ما ابتدت تخرج تدريجيا بره الجيم، ابتدت تخرج تدريجيا بره الماتش، انها ابتدت تركز اكتر ان هي تعترض على الحكم، ابتدت تركز اكتر ان هي تعترض على الحكم، ده اللي خلى لعيبه بيراميدز تخرج بره الماتش شويه. بعد كده بعد بقى الضغط 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 ونزول كمان كهربا في اخر الماتش، خلاص بقى فاضل 4 دقايق والمباراه تخلص وزائد 90، الكوره بتترفع عرضيه من كورنر تخفيله ولا كني ولا تخفيله ارنولد وريجي، الكوره بتاخد كورنر تك تك على طول، علي معلول بياخد الكوره يرفع عرضيه، الكوره بتتريح لاليو ديانج، اليو ديانج بيخش قنبله بيفجر الملعب وبيجيب الجون
الثاني وجون الفوز للاهلي. الجون الثاني الجون اللي الاهلاويه سموه بالثلاثيه، جون بثلاثيه، ان الجون بعد كده خد قال لي تاني خد الكوره ولعب كوره باسكت وبتاع وعمل احتفال لذيذ يعني. فالاهلي قال لك جون بثلاثيه اللي هو جون خلص الماتش على طول. بعد الجون ده حصل اعتراضات كتير جدا من لعيبه بيراميدز، وصراحه ما كنتش فاهم هم بيعترضوا على ايه غير بعد الماتش. بعد ما شفنا بقى الاخبار وكده ان لعيبه بيراميدز كانت بتعترض ان الكوره اتلعبت والكورنر استئنف، ولاعيبه بيراميدز كانت بتكلم ابراهيم نور الدين، ان ابراهيم نور الدين كان بيتكلم اللعيبه والكوره اتلعبت على طول وخلى الماتش يمشي عادي. بصراحه مش عارف دي كانت حصلت يعني، حصلت في ماتش ليفربول، مش عارف لعيبه بيراميدز كانت زعلانه على ايه اصلا، كنتوا بتتكلموا ليه مع الحكم، كنتوا تجروا المفروض تقفوا او ممكن كنتوا تظبطوا حالكم. بس لعيبه اللي استغلت الحته دي هو غفلت لعيبه بيراميدز وجابت جون وكسبت المباراه ورسميا خلاص العقده اتفكت وخلاص بقى الافيه بتاع بيراميدز اتفك وكده. الاهلي عنده عقدتين، كان عنده عقده محليه واللي هي بيراميدز، وعقده او نكسه افريقيه واللي هي سان داونز. العقده المحليه اتفكت، وهل النكسه الافريقيه هتتفك؟ ده اللي هنعرفه في اخر الشهر. بس من الاول والاخر ده كان رايي انا في مباراه الاهلي وبيراميدز. قول رايك انت في الكومنتس، وقول لي كمان سؤال الحلقه بقى، هل اليو بادجي يستحق انه ياخد فرصه كاساسي على حساب مروان محسن ولا لا؟ وقول لي كمان هل كهربا يستحق انه بقى خلاص يبتدي ياخد بشكل اساسي، ولو ابتدى ياخد بشكل اساسي يستحق ياخد على حساب حسين الشحات ولا حساب جون، ولا يلعب مهاجم بقى ونريح مروان محسن واليو بادجي؟ قول لي رايك في الاسئله دي في الكومنتس. ولو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناه واشترك وفعل الجرس عشان تجيلك الحلقات اول باول. وكمان عايزين يا رجاله الدعم يرجع تاني للقناه، الريتش واقع تماما، ساعدوني نرجع الدعم تاني، فادعموني بلايك وسبسكرايب وفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد، وتابعوني على السوشيال ميديا بتاعتي في الديسكربشن تحت، واعمل شير على فيسبوك، ريتويت على تويتر. وكان معاكم مصطفى، اشوفك الحلقه الجايه، سلام.